القرافي كان يقول، لأن طبعا المجال يتسع، يقول إن العهد هذا هو بمنزلة الإسلام. هذا العهد الذي أعطيناهم وأعطونا إياه هو بمنزلة الإسلام في حرمة الأموال والأنفس. فلما أعطيتهم العهد فقد صار مالهم عليك حراما وأنفسهم عليك حراما، لكأنك عهد كأنهم صاروا مسلمين. هذا يقول القرافي موجود، ولكن هؤلاء الذين أفتوا هل طلعوا على القرافي ولا عرفوا أن هناك شخص اسمه القرافي؟ هؤلاء كانوا يذهبون ليس لهم علم ودائما يفتون بفتاوى أدى المسلمون فيما بعد ثمنها. للجميع هذا أقول، نحن حينما نكون في مع هؤلاء يجب أن نختار من المواقف ما يدعو إلى أن نكون مقبولين في بلد. جاءني شخص يقول لي إنني اختلفت، هو كان إمام، اختلفنا في بلد حول قضية، وهي أن أحد جيراني جاء يسألني، قال لي حينما تذبح شاة العيد أرجو أن تعطيني شيئا من اللحم. قال فذهبت إلى المسجد فاختلفنا، بعضهم يقول هذا لا يجوز، هذا كذا هذا كذا، ويمكن ما أعطاش. أنا سألته قلت بالله عليك، هل تتصور أن هذا الشخص لم يجد لحما أو عجز عن أن يوفر لحما فسألك أن تعطيه لحما؟ هل هذا الأمر بهذه السهولة؟ طبعا لا. هذا سمع شيئا وجاء يمتحنك، سمع شيئا بأن المسلمين لا يطعمون من ليس على دينهم وجاء يمتحنك، فأنت ثم من قال لك بأنك لا تعطيه لحما لأنه مخالف؟ قلت أولا هذا ظرف، أنت تقيم في العمارة معه في بلده، هذا الخروف في بلده، كل تعيش أنت معه في نعمته، والآن تقول لا أعطيك. ومالك سئل، وكان من أن رجلا كانت له ضئر، أي مرضع غير مسلمة، وذبح شاة، فجاءت تسأله الفروة أي الجلد، فقال يعطيها لمكانها منه، هذه امرأة ضئر مرضع كانت أرضعته كذا، ولا بأس أن يعطيها. يتجاوزها. بعض العلماء كان يتحدث عن المؤلفة قلوبهم ويقولهم أناس ليسوا مسلمين ونعطيهم. وحينما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر الخطاب وجد رجلا يسأل على الأبواب، قال له من أي أهل الكتاب أنت؟ قال يهودي. قال ما الذي دفع بك إلى هذا؟ قال العز، معنى أنه احتاج فقير، فأخذه بيده وذهب به إلى بيته ورضخ له، أي أعطاه شيئا من عنده، ونادى من كان خازن المال، قال انظر إلى هذا، انظر هذا وضرباءه فأعطهم من المال ليعيشوا. هذا كانوا يهودا. ثم قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل، فكان يرى أن هؤلاء مشمولون بالصدقات. ونحن الآن في مجتمعين لسنا وحدنا، لابد أن نجيب عن هذه الأسئلة.